لكل جزائري مقيم في فلسطين أو مقيم في الجزائر. سعداء جدا والله. أسعد والله. عيدكم عيدكم مبارك. حبيت نحيي أهلي في الجزائر اللي صار لي فترة ما شفتهمش 5 سنين، نقول لهم صحة عيدكم، عيدكم مبروك، إن شاء الله أنتم من عوادو، وإن شاء الله يا رب في أقرب فرصة نشوفكم عن قريب، وأتمنى إن شاء الله الأمور تتحسن وأشوفكم عندي في غزة، أستضيفكم في غزة. أنا بهني كل أهلي في الجزائر، وإن شاء الله كل عام وهم بخير، وإن شاء الله بتتحرر فلسطين، وبيقدروا أنهم يتواصلوا وبيجوا هنا لفلسطين ويزوروها، اللي هي هذه أصلا أمنيتهم، نلتقي جميعا يعني هنا وبنقضي العيد في فلسطين وهي متحررة إن شاء الله.